السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا نشتغل على الكاست وعلى الجيك ذا. الجيك هذا حلو ويعطي لون في البحر وجذاب للأسماك. معكم صالح مغفوري إن شاء الله إن نصيد اليوم. احنا في الموقع هذا وبنجرب على بركة الله. بسم الله. استنى على الجيك لننزل في الماء ينزل بعدين تقوم بسحب بالطريقة دي. خلاص نزل. هذه طريقة اكشن سحب سريع بالطريقة هذه. احنا هنا في المكان فيه صخور بنحاول اذا الجاك دي قريب نحاول نرفعه خفيف نرفع معك عشان ما يسخر معاك الجك تخسر الجك. الحين هذا الرمية الثانية ان شاء الله. الرمية الاولى ما حصلنا فيها شيء. الرمية الثانية ان شاء الله الله يرزقنا. بسم الله. الان عملية سحب الجك عشان اسمه استفزاز اسماك استفزاز. احنا نشوف الطريقه دي الطريقه دي هذه الطريقه يعني يسوي استفزاز يضرب معاك الظهرك يضرب معاك اهم شيء من يكون الجيك قريب تسحبه. حاول تخف السحبه تقدم شوي وترفع الجيك على السخره. بسم الله. انا بحاول ارمي في المنطقه دي. انا ما في المنطقه دي بحاول ارمي في المنطقه دي. الان بحاول ان اسحب الجيك خفيف واكشن معه اكشن خفيف. الطريقة دي ضارب معاي بس ما امسك.